معنا لمناقشة هذا الملف من مدينة بافيا في إيطاليا الطبيب حسام زمرلي، كما ينضم إلينا من باريس رئيس قسم الجراحة في مستشفى بورج الفرنسي الدكتور ماهر دبوسي. أهلا بكما. أبدأ معك أولا هذا الحوار سيد حسام زمرلي، بما أن إيطاليا هي قلب المعركة الأسوأ لغاية اللحظة في أوروبا، أسألك كيف انهارت إيطاليا بنظامها الصحي المميز الذي يعد ثاني أهم نظام صحي بعد فرنسا، كيف انهارت بهذه السرعة أمام فيروس كورونا؟ مساء الخير للجميع، تحية لك وللزميل دكتور ماهر. أولا القطاع الصحي في إيطاليا لم ينهار يعني بالكامل، هو يعاني كثيرا في مناطق معينة، طبعا كان هناك شبه انهيار ولكن لم ينهار بالكامل. يعني الأسباب طبعا هناك، إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك تقصير، طبعا هناك تقصير. هل كان بالإمكان تفادي كل ذلك؟ الجواب كلا، لأن المرض يتفشى، سرعة تفشي المرض لم تكن متوقعة. ما حصل في الصين لم يصل ربما إلى الرأي العام الأوروبي بالشكل المطلوب، وكذلك ربما هناك كان سوء حظ بالنسبة لإيطاليا، لأن نحن نعرف أن عندما اكتشف المريض رقم واحد في 21 فبراير كان المرض قد دخل إلى إيطاليا على أقل تقدير قبل 3 أسابيع، أي بعد أسبوع أو 10 أيام من انتشار المرض في الصين أو تطبيق الحجر الصحي في الصين. نعم طيب، اسمح لي أنتقل للدكتور ماهر دبوسي يعطينا مثال أيضا عن فرنسا. دكتور دبوسي، هل كان من الممكن تفادي ما حدث في إيطاليا، أم أن الأمر يعني كان لابد أن يصل إلى هذه المرحلة نظرا للعدوى المتسارعة لفيروس كورونا؟ مساء الخير كمان، وبحي الأخ والصديق دكتور حسام. أنا لست مؤهل يعني أن أتكلم على ما يحدث في إيطاليا، ولكن ما حصل في فرنسا والحجر الذي فرضته الدولة الفرنسية في 17 آذار أعتقد بدأ أن يثمر وحد من انتشار هذا الوباء. هل ممكن نناقش ونجادل هل كان يجب أن نبدأ بالحجر الجبري كم يوم بالسابق أو فيما بعد، يعني هذه تفاصيل، ولكن ما يحصل في فرنسا ما زال الأمر محمول. المستشفيات، هناك منطقتين يعني حاميتين وهم الشرق وباريس، أما باقي المناطق الفرنسية فلم أصل إلى درجة. ولكن دكتور دبوسي لو سمحت لي، أليست لديكم مخاوف من تجاوز المستشفيات طاقتها الاستيعابية مع هذا العدد الهائل من المصابين، خصوصا وأن توقعات رئيس الوزراء وحتى الرئيس الفرنسي تقول بأن فرنسا تنتظر الأسوأ في الأسابيع المقبلة؟ طبعا 100%. حسب الأحصائيات مبدئيا في نصف الأسبوع القادم ستكون المرحلة الأسوأ في فرنسا، يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة الحضانة وفترة الانتشار والعوارض ومتى تبدأ العوارض ومتى بدأنا بالحجر الإجباري. مبدئيا في حدود الأسبوع القادم، ولكن حتى الآن إمكانية فرنسا يعني من مراكز الإنعاش وعدد الماكينات التنفس يعني حوالي 3/4 لم تتجاوز أكثر من هذا، يعني بعد في مجال أنه
نداوي عدد كبير من المرضى. ماذا عن إيطاليا دكتور حسام زمرلي؟ هل تعتقد بأن الذروة مرت، ذروة الأسوأ فيما يتعلق باستقبال عدد المصابين، خصوصا وأنه تم تسجيل عدد أقل في آخر يومين؟ أيوة، نحن الآن في ذروة انتشار المرض، ولكن الذروة لن تكون على شكل بيك كما حصل في الصين ويبدأ الانخفاض فورا. الذروة في إيطاليا قد تكون على شكل بلاتو، هذا البلاتو قد يستغرق ربما أسبوع أو 10 أيام. لماذا هذا؟ لأن كما ذكرت القطاع الطبي الإيطالي كان في حالة معاناة، كان يتفرغ لمعالجة الحالات الحرجة وهي كانت كثيرة. في يوم 21 مارس بلغ عدد الإصابات أكثر من 3000 إصابة، كان معظمهم حرجة، وهذا جعل في بعض المناطق مثل بيرغامو القطاع الطبي كان شبه منهار. ولكن الآن حتى نوعية الإصابات بدأت تختلف، بدأنا نرى انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمقارنة مع عدد الحالات الطفيفة، وهذا يعود لماذا؟ لأن ونعود إلى موضوع التقصير. يعني إذا أردنا، نحن دائما نقول أن السيارة تحتاج إلى 4 دواليب لكي تطلع، ولكن في حال لا سمح الله صار حادث نحن بحاجة إلى دولاب احتياط. للأسف إيطاليا ما كانت مجهزة، ما كان عندها الدولاب الاحتياط، بينما الدول الأخرى كان لديها 10 أيام، كان لديها سعة من الوقت لتؤمن الاحتياط. فكان في البداية لدينا نقص في المعدات، وخاصة معدات الوقاية للأطباء، مما جعلهم معرضين للإصابة. نعم، اسمح لي. نعم، رأينا ذلك ليس فقط في إيطاليا، في عدد من البلدان في أوروبا وحتى في الدول العربية. دعني دكتور ماهر، أو العفو دكتور زمرلي، أتوجه للدكتور ماهر دبوسي. قبل قليل ذكر المثال الصيني. المثال الصيني هل يفترض أن يحتدى به عالميا، خصوصا مع اتهامات عدم وجود شفافية في كل هذه المعركة ضد كورونا في الصين؟ عفوا، نعم تسأليني أنا. نعم دكتور دبوسي، السؤال موجه لك. بالنسبة للصين ما بعرف مدى مصداقية الأرقام التي تأتينا من الصين، ولكن بالنسبة لفرنسا في نوع من الشفافية يعني، وعندنا فكرة شاملة عن عدد الحالات الفرنسية. يعني اليوم تخطينا فوق ال 500 وفية وأكثر من 4000 منذ بداية الأزمة. ممكن رح نبلش نواجه نقص في بعض المعدات، لأنه ما حدا ممكن يتنبأ بالمستقبل ومش عارفين شو ممكن يصير. ولكن يعني بلشت صفارة الإنذار بالنسبة للأدوية مشان البنج، بالنسبة للكمامات، بالنسبة للبلوزات، بالنسبة لغرف العمليات. يعني مثلا عادة نستعمل البلوزات مثلا، نعم، ذات استعمال الواحد، الان بدانا نستعمل قماش وعدنا الى ما كنا عليه في السابق كي نكمل مهنتنا يعني. طيب اسمح لي اعود مره اخرى الى السيد او الدكتور حسام زمرلي في بافيا. حقيقة الأرقام المعلنة في إيطاليا، هناك من يقول هناك أرقام أخرى لأشخاص توفوا ولم يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات، هل توضع هذه الإحصائيات أيضا في الحسبان دكتور زمرلي؟ نعم،
لا، أنا أعتقد عدد الوفيات هو حقيقي، لا بل هو ربما لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات بالمجمل، ولكنه عدد عالي جدا عدد الوفيات. لا أعتقد أن هناك وفيات لم تحسب. من لم يحسب ربما هم الإصابات من 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 غير عوارض أو من مع العوارض الطفيفة، وهم على الأغلب هم 4 أضعاف العدد المعلن. لماذا؟ لأن القطاع الطبي بكل بساطة كان متفرغ بالكامل لمعالجة الحالات الحرجة، لم يكن هناك أطباء كافيين، لم القدرة الاستيعابية للمختبرات لإجراء عدد كبير من الفحوصات المسح البي سي آر. اليوم بدأ الوضع يختلف، بدأ القطاع الطبي نوعا ما يرتاح قليلا، الحالات الحرجة بدأت تخف، والآن في الأسابيع المقبلة سنشهد زيادة كبيرة في عدد الفحوصات، والآن ارتفع على كل حال. كنا في بداية الأزمة كانت القدرة المختبرات 5000 فحص في النهار، الآن وصلنا إلى 40,000 فحص في النهار. وأعتقد أن هذا سيجعل الأرقام ترتفع، أرقام الإصابات، ولكن سيختلف نوعية المصابين. يعني طيب، بما أنك ذكرت قضية الفحص وهو الأمر الذي ربما تواجه بعض الدول صعوبة فيه، دكتور ماهر دبوسي، في فرنسا كيف يجري الأمر؟ هل تعتقد بأن قضية الفحص يمكن أن تقلل من عدد الإصابات وبالتالي من عدد المحجور عليهم أيضا؟ ممكن، لا أعتقد أنها ستقلل من عدد الإصابات، ولكن ضمن استراتيجية كاملة ممكن. إذا عممنا هذه الفحوصات، وإذا على أساسها مثلا بدأنا أن نوقف الحجر الصحي، مثلا أعتقد الآن يتحدثون عن باسبور إيمونيتي، يعني نوع من الباسبور وقائي ربما للذين أتتهم العدوى وبدأ عندهم مناعة ضد الفيروس. ممكن، ولكن أكيد كان عندنا نقص، أكيد كان عندنا نقص كبير في عدد الفحوصات، وخصوصا ضمن الطاقم الطبي مثلا. ربما الأمور ستتغير لأن السلطة بدأت تتكلم عن حوالي 50,000 فحص يوميا، وبداء من الأسبوع القادم ربما سيكون العدد 150,000 يوميا. دعني أعود مرة أخرى إلى الدكتور حسام زمرلي. طبعا المنظومة الصحية عموما في إيطاليا كما يقال هي ثاني أفضل منظومة في أوروبا. ما حدث في الشمال الإيطالي وهو الأكثر غنى حسب الأرقام طبعا اقتصاديا وحتى في المنظومة الصحية، هل هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على أقاليم الجنوب التي لم يمسها الفيروس بقدر ما حدث في أقاليم الشمال؟ صحيح، يعني من حسن حظ أقاليم الجنوب وهي المجهزة أقل من أقاليم الشمال، أن عندما فرض الحجر الصحي كان المرض لم يتفشى بعد في الجنوب، كانت الأعداد فعلا قليلة ولا تزال قليلة. يعني من حسن الحظ هم استفادوا من الحجر الصحي بالكامل، بينما المناطق المحيطة بمنطقة لومباردية كان لديها متسع من الوقت ولكن ما زالت تعاني. من فعلا يعني عانى كثيرا ولا يزال يعاني هي منطقة لومباردية، والسبب والآن هناك يعني نوع من المراجعة للسياسة الطبية وسياسة الانفاق على القطاع الطبي في ايطاليا. فنحن نعرف انه من عام 2012 الاتحاد الاوروبي فرض سياسه السوشيال كومباكت اللي هي يعني تفرض على الدول تخفيض النفقات لتقليل العجز، وقد دفع الثمن القطاع الصحي.
فمثلا في إيطاليا في آخر 10 سنوات أقفلت 200 مستشفى وخسرنا 30,000 سرير في المستشفيات. كل هذا أثر. الآن هناك أعتقد مراجعة لهذا الموضوع، وكل الدول يجب أن تبدأ بالتفكير، لأن الاقتصاد اليوم لا تحميه فقط القوى العسكرية، ولكن بحاجة إلى أنكر إلى قطاع صحي قوي، وإلا سينهار الاقتصاد. نعم، شكرا جزيلا لك الطبيب حسام زبورلي من مدينة بافيا الإيطالية. الشكر أيضا من باريس لرئيس قسم الجراحة في مستشفى بورج الفرنسي الدكتور ماهر دبوسي. شكرا جزيلا لكما.